تواصل مؤسسة حياة كريمة بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين في محافظة الشرقية. يأتي ذلك عبر منافذ المؤسسة الثابتة والمتحركة بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. احنا الحمد لله متواجدين في محافظة الشرقية بشكل قوي، عندنا خطة انتشار في كافة المراكز. بالفعل بدأت عربيات تنزل المراكز باللحوم. احنا بنقدم كذا خدمة، يعني بنقدم اللحمة البلدي الطازج ب 310، طبعا دي بتفرق كتير عن اسعارها في نظيرتها في المحلات الجزارة العادية يعني، والحمد لله الاقبال متزايد، يعني اللي بيجي يشتري مرة بيشتري الثانية بيشتري الثالثة، فده لو ده يدل على ان الحمد لله ان جودة الحاجة المقدمة ممتازة يعني. فاحنا بنيجي من الصبح بنساعد الناس، لو في اي حاجه لو اي حد محتاج حاجه بنقدمها له، بنساعد في عمليه البيع والشراء، بنعبي اللحمه في الكياس، بنساعد كلنا الجزارين حتى المواطنين بنساعدهم، لو في اي ازاله بنشيلها، اي عقبه عند حد بنشيلها له، بنحاول نساعد الناس بقدر الامكان، نعمل كل اللي علينا.